مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ كله تمام. انا عايز اعمل بس اقول كلمه كده، نصيحه لوجه الله. امبارح انا شفت تصريحات كتيره جدا للعيبه كره قدامى بينتموا للنادي الاهلي، وبيتكلموا على تصريحات كابتن فاروق جعفر. عايز اقول لهم حاجه، سهل جدا ان احنا نقعد نتكلم على بعض، وسهل جدا ان احنا نجيب تصريحات متبادله، وسهل جدا ان احنا نقعد نعلق على اخطاء تحكيميه. الموضوع سهل، بس ناس كتير قوي كانت بتتكلم وتقول خالد الغندور لما بيتكلم في امور زي دي بيعمل فتنه. فانا مش هتكلم في الامور اللي زي دي عشان ما اعملش فتنه، مع ان ممكن الواحد يتكلم في امور كتيره جدا، لكن هتكلم في فكرة ان السوشيال ميديا او المشجعين بيعملوا اللي هم عايزينه. في النهاية هم مشجعين، لكن لعيب الكورة اللي في لبس فانيلة ناديه، واللي لعب لمنتخب بلده، واللي لعب على المستوى الدولي والافريقي والمحلي، لابد انه يكون ارقى من كده بكتير، وان هو لا يداعب السوشيال ميديا، ويكون طريقته واسلوبه طريقة ما فيهاش مكايدة، خصوصا لما تكون المعلومات مغلوطة. نمرة اتنين والأهم، هل كل مشجعي الكرة المصرية عايزين العدالة؟ يعني هم عايزين العدالة؟ وهل في مواقفهم المختلفة على حسب الموضوع مع ناديهم او ضد ناديهم بيكون نفس ارائهم ولا بتختلف؟ العدالة مطلوبة ولا العدالة مش مطلوبة، فقط الا على المنافس؟ بلاش نتكلم كتير. تصريحات كابتن فاروق جعفر من وجهة نظري كانت غير موفقة، تصريحات كانت غريبة غير مصدقة انها تخرج من كابتن فاروق جعفر، قيمة وقامة كبيرة جدا في الكرة المصرية، لكن صراحة هو من يتحمل تصريحاته وحده فقط. كل بني آدم بيتحمل اللي بيقوله، لكن على أرض الواقع لازم لما نيجي نتكلم نتكلم بالأسانيد وبالأدلة وبالمباريات وبالبطولات. ده الأهم من وجهة نظري اللي نقدر نتكلم فيه، لان ده على ارض الواقع اللي حصل في ماتشات كرة القدم. وقولا واحدا، هل موجود فساد تحكيمي في الكرة الافريقية؟ موجود فساد تحكيمي في الكرة الافريقية ومن زمان، وده بلسان حتى اندية كبيرة. النادي الاهلي قال لك في فساد تحكيمي افريقي رهيب، انفانتينو قال نفس الكلام، النادي الاهلي مش عايز بكاري جسامة ومش راضي عن العرجون، لكن راضي عن حكام تانيين. تمام، فاعتقد بلاش نتكلم كتير عن فكرة التحكيم وما يفعله في القارة الافريقية، هذه القارة اللي فيها حاجات كتير وكتير. لكن انا قلت مرة واثنين وثلاثة، اقسم بالله العلي العظيم، على مدار، معلش، كابتن فاروق جعفر لعب تقريبا 5 بطولات افريقية، حصل على بطولة واحدة لانه اشتركنا في النص الثاني من السبعينات، وكابتن فاروق جعفر اعتزل سنه 87، يعني يعتبر قبل 87 كمان، سوري، اعتزل 85 86 لانه كان مدربي 87، وظلمنا مثلا، طلعنا مع بطوله مع كابتن فاروق جعفر في زئير، اتغلبنا 3-2 بسم الله ما شاء الله، وحكم كان مخلص علينا، ولم نحصل الا على بطوله واحده مع كابتن فاروق. لكن في التسعينات احنا كل بطولاتنا تقريبا بشق الانفس، بنتعادل بالعافيه بره، بنتغلب بره، بنيجي نكسب على ارضنا، لكن في نهائي البطولات كلها تقريبا خدناها بضربات الجزاء. كوتوكو خدناها بضربات الجزاء، المقاولين خدناها بضربات الجزاء، جوهانسبرج كسبنا الاهلي بالعافيه 1-0 بهدف سليم 100% لايمن منصور، كانون ياوندي كسبنا ورحنا هناك اتغلبنا 2-0، كسبنا الشوتينج ستار 96 بضربات الجزاء، اتغلبنا من هارتس اوف اوك هناك في غانا،
اتغلبنا من الترجي في النهائي سنة 95 بأخطاء تحكيمية لصالح حسين السيد حارس المرمى وبضرب الجزاء. اتغلبنا في الأفرو أسيوي من فريق تايلاندي البنك مش عارف ايه التايلاندي. يعني كان لينا وعلينا يعني في حاجات كتير قوي. فبلاش نقعد نتكلم كتير عن الموضوع دوت. وان شاء الله انا اشوفكم يوم الثلاث في حلقة جديدة ان شاء الله بإذن الله بين برنامج زملكاوي. باي باي.